واحد ابرز فروع التراث الشعبي في عمان هو الطب التقليدي، حيث لجأ العماني لفطرته السليمه ووجد ضالته في بيئته الزاخره بالنعم، فامتدت يده الى طبيعه عمان البكر لتنهل من فيض خيرها الوفير. وهنا برز الطب الشعبي بكل صوره، من تداوي بالاعشاب والحجامه والوسم والتجبير وغيرها من الفروع الاخرى. شاب عماني شغف بالطب الشعبي، فأخذ يبحث عن خبايا هذا الإرث العريق ويكشف الغموض عن بعض طرق العلاج الشعبية التقليدية. ارتبط حبي بالزراعة من المزرعة اللي تربيت فيها. كان المرحوم الوالد عنده مزرعة صغيرة، وكنا نحن نشتغل في هالمزرعة من الطفولة. تعلقنا بالنخلة لأنها كانت مصدر الدخل الرئيسي، مثل ما كانت مصدر لمعظم العمانيين. اللون الأخضر لون مفرح لكل عين، ما بس مفرح ولكن مصدر دوائي للكثير من الأمراض. من قديم الزمان والإنسان يبحث عن الدواء، وما كان له إلا النباتات. بديت أبحث عن النباتات والنباتات الطبية بالتحديد. قادني هذا الشيء إلى اكتشاف أن الأعشاب الطبية تستخدم في العديد من الأمراض. وبعد ما بديت أبحث اكتشفت موروثات ثانية للعلاج بالطب الشعبي. في مسقط كانت البداية، وبالتحديد في عيادة الطب الشعبي التي تم تأسيسها في عام 1988 بأمر سام كريم من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، برؤية حكيمة نابعة من إيمان عميق بأهمية الحفاظ على الطب الشعبي كنبع تراثي زاخر نهل منه الأجداد والآباء منذ عهود غابرة. طبعا الطب الشعبي او التداوي بالنباتات والاعشاب قديم بقدم المرض، ولذلك هذا الطب والتداوي بالاعشاب هو بقى قائم. وهذا الطب الحديث الذي الان يعني نحن نراه، والطفره العلميه التي نراها ما جاءت هكذا، وانما جاءت بناء على هذا الطب. يعني الان العقاقير التي مستخدمه هي اغلبيتها اعشاب، وهذا الطب كذلك قائم على أسس موجودة في كتب العلماء السابقين، وكل عالم يأتي يضيف لهذه الأشياء. وكذلك يعتبر من المؤسسين الطب، ليس الطب بالطب الشعبي أو الطب النباتات، وإنما حتى الطب الحديث، لأن الطب الحديث بنى نفسه على هذه القواعد. كذلك نحن نريد أن ننبه، يعني إذا صارت هناك بعض المخالفات أو صارت بعض الإخفاقات، يعني ما نلوم الطب الشعبي، وإنما نلوم الذي أهل نفسه أو نصب نفسه وقال إني أنا طبيب. تحظى سلطنة عمان بأجواء مناخية حيوية ساهمت في وجود تنوع نباتي ووفرة في المحاصيل الزراعية. والجبل الأخضر الذي يرتفع شامخاً 10,000 قدم عن مستوى سطح البحر له دليل حي على ثراء البيئة العمانية بالكثير من النباتات ذات الاستخدامات الطبية، والتي منها الظفر والعلعلان والحرمل، حيث يستخدم الحرمل في علاج مرضى السكري والصداع واليرقان وعرق النساء وغيرها من الأمراض.
تكتظ الأسواق التقليدية بالعديد من محلات المشغولات اليدوية كالفضيات والخناجر والمنسوجات العمانية ذات الألوان الباهية، مما جعلها وجهة لعدد كبير من الناس والسائحين. ومن بين جنبات الأزقة المتعرجة في سوق مطرح التقليدي المفعم برائحة اللبان المنسجم مع نكهة التواب والحناء العماني، كان للأعشاب والنباتات الطبيعية حضور واضح على عتبات المحلات وبين الأرفف العتيقة. وكل عشبة في هذا المكان قبل أن تصل ليد بايعها تحوي سرا دفينا وتروي خبايا رحلتها الطويلة ومعاناة من بحث عنها وعرف أسرارها العلاجية وساهم في جمعها لتصبح دواء وشفاء بإذن الله تعالى لعدد كبير من المرضى ممن يقبلون على التداوي بالأعشاب. البريم القديم سوق يعج بالحياة والحركة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ما بعد مغيب الشمس، وينتشر في أرجائه عبق الأعشاب والنباتات المصطفى بين معروضات الباعة والعطارين التي تلقى رواجا من قبل فئات معينة. الخير والدك، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ طيبة؟ ايش بارك؟ ايش عندك هنا؟ كل شيء موجود. هذا حنة؟ هذا حنة في ياس في سدر، هذه مثيبة، هذه شبة، حبة حمراء، حلبة، حبة سودة، هذا دواء يخفض السكرة، رايك زموتة، هذا مقردوش عن تفاقة البطن، هذا استعملوه. هذا ايش؟ هذا حل الشوى، هذا حل اليوز، وهذا شيء منه حل الهال، هذه يعد عمانية. من وين تجيبيها؟ من السيف. وحدك طلعي؟ نطلع وحدنا، ومرات الناس يجيبوا نشتري، وهذا سراو عن الكسر، وهذا نيبة وحدنا. وفي هذا السوق التقليدي يوجد عدد من العطارين ممن لهم باع طويل في مجال بيع الأعشاب وتقديم الوصفات الشعبية التقليدية لبعض الأمراض الشائعة. أنا بدأ أعالج عمري 16 سنة ما شاء الله، وأوسم من جميع الأمراض، جميع الأمراض أوسم من عرق النساء وصاعي، وعرفه الكبد نبسمها نسميها الغاكية، والسابعة عرف عرق البارد، كل هذا نعرفه. شوف، من آدم الله أعطاه علم من الله سبحانه وتعالى، انتبه على الشيء اللي هو يعيش منه، عرفت؟ وفي داء وفي دواء. عندك مثلا العشبق قاتل، لكن دواء يبص منه النحل تعالج بنت. الحبن قاتل دمه، ورقه ما قاتل دمه قاتل، لكن السمرة ماله ما قاتل، الشخر ما قاتل، يعمل العيون شخر لكن ما قاتل دواء. كل علاج الشعبي هذا بعمان وغير عمان معروف. حديقة النباتات والأشجار العمانية التي تعد أكبر حديقة نباتية في شبه الجزيرة العربية، والتي تمتد لتصل إلى مساحة تزيد عن 400 هكتار، تعد معرضاً للحياة النباتية في السلطنة،
من خلال جمعها نماذج من أنواع البيئات الطبيعية المختلفة للنباتات كالبيئة الصحراوية والجبلية وبيئة محافظة ظفار وغيرها من النباتات. ولقد أنشئت هذه الحديقة بهدف البحث في أنواع وفصائل النباتات المختلفة وتوظيفها للاستخدامات العلاجية وتصنيع العقاقير الطبية. ومن العلاجات الشعبية المتداولة هي الحجامة، والتي تعد إحدى أبرز فروع الطب التقليدي التي عرفها الإنسان منذ مئات السنين. امتهنت الحجامة من واقع التجربة بعد أن الله ابتلاني بمرض في الظهر، هو الديسك والقلب والرعاف وضعف النظر. بفضل الله سبحانه وتعالى سمعت عن الحجامة وحجمت بعد هذه الحجامة من حجام، وعزمت من هذاك اليوم بعدما الله شفاني بها، وعزمت بأني أتعلم الحجامة من خالص النية. الحجامة هي من الطب النبوي، استنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحجامة مختصرا هي مص الدم من جسم الإنسان، الدم الذي يحتوي على مواد أخلاط رديئة أو سموم أو كريات الدم الحمراء الهارمة والميتة والدهون والشوائب، فتقوم بالحجامة بتخليص هذا الدم من جسم الإنسان الذي تتكون تحت سطح الجلد. والحجامة نوعان، حجامة وقائية يحجم بها من أجل الوقاية من الأمراض، وحجامة علاجية وتستخدم لعلاج المرضى وتخليصهم من آلامهم وأوجاعهم. الحجامة لها أضرار إن كان الحجام حجم مريضا وهو شبعان أو وهو جوعان، وكذلك أضرار عند التعقيم. قبل الحجامة لابد أن يعقم الموضع الذي سيحجم فيه، وبعد الحجامة يعقم في نفس الموضع. بعد أن وقفنا على بعض مفاتيح الطب الشعبي، كان لابد لنا أن نشد الرحال نحو بلاد اشتهرت بعراقتها وتاريخها المحفور على قمم قلعتها وحصنها، لنتعرف على فروع أخرى من العلاج الطبي الشعبي. إنها ولاية بهنا. سالم بن علي الزهيمي أحد أقدم الوسامين في ولاية بهنا، وجه عماني يحمل بين ملامحه خبرة طويلة متوارثة من العلاج بالكي أو الوسم كما يسمى محليا. أبوي علم عمي في الأمراض، وقام عمي يدليني أنا يفهمني، وقمت أنا أوسم على أمارة عمي، دلالة عمي. ومن ذاك عمي متوفى، وكنت أنا أوسم من ذاك الوقت من 35 سنة إلى اليوم هذه. والوسم هو عملية كي أو إحراق يقوم بها المعالج بهدف إرسال درجة حرارة مرتفعة جدا تصل إلى حرق خلايا معينة بالجسم لتجديد الدورة الدموية. ويعد الوسم من أصعب سبل الطب التقليدي، وهو آخر ما يلجأ إليه المرضى ممن لديهم أمراض مستعصية أو مزمنة، ويجب توخي الحذر في استخدامه كعلاج أو مزاولته كمهنة. فالانخراط في هذا النوع من الطب يتطلب أن يكون الوسام من أحد المتمرسين ممن لهم خبرة كبيرة.
بس ضعيف كم تروس هنا في القمة في الجامعة القمة في القمة وكان وجع الحلق أو اسمه في الركبة خبه هنا في الركبة خبه ثلثين وثلث من الركبة من الخبة ذيك ثلثين وثلث فوق ما وصلت الخبة ولا تحت الخبة طول الخبة من فوق والخبيث تحت الصرار وفوق عن الصرار ومرة تقول كاس نفس اليوم نفس اللحظة يخف المرض عن الخبيث وعن الغاشية نوبة تحت سلات الفؤاد وتحت عنا الثانية والحمد لله رب العالمين قالوا شبت إنسان والحمد لله تعالى أني الإنسان صحي الحمد لله ويجي بين أسبوع وأسبوعين أوقات شهر ما حد يجيك وأكثر نبى ذلك الكبيرين الشياب وكه وعمره من 30 سنة 25 سنة 20 سنة أما الأولاد بتو طالعين الحمد لله بخير وبخير وتو مستشفيات هذا مليح صحيح لك صحيح لك صحيح على 6 7 8 9 رجال تعال يعقوب الصباري من أشهر المجبرين في المنطقة الداخلية ينحدر من عائلة اشتهر أغلب أفرادها من نساء ورجال بالتجبير منذ عقود طويلة علمت هذا من أهالينا أصل جدنا دار بليت القدر يعني دار بليت القدر وعنده ولد منكسر وقال الله يجبر كسرنا قال له السبب وتسبب وصحى وبقى عاد عليه هي السالفة وحنا أسرة ولاد أب واحد 7 لحريم البنات 3 والبنين 4 وكليتنا نجبر يعني كل هذه المهنة ورثناها وتونا خلفناها على أولادنا. والتجبير هو طريقة علاجية تقليدية يتم من خلالها إعادة العظام المكسورة لمكانها ومساعدتها على الالتئام والالتحام من خلال عملية بسيطة يقوم بها المجبر لإصلاح الكسر. وهنا يستعين المجبر بأحد أبنائه ليقوم بالضغط على مكان الكسر لإعادة العظام لسابق عهدها، ثم يقوم بوضع الجبيرة المصنوعة من مواد بسيطة مثل القطن وبياض البيض والطحين، ومن ثم يربطها بإحكام. هذا عاد مدة 7 أيام ويصح، يوم يطلع منه الكبار يابس وحده هو صح، لا الشمام توكله ولا الدقاق النقران توكله ولا الخيار، كل غيره لحم دقاق ماشي في الموال يعني مرباي في البلاد ما بو حديقة، فهمنه؟ هذا كبار ما طبيعته ما يصلح. إذا قال كسر مثلا في اليد هنا في الشوقب كيف تقبره؟ في الشوقب بسيط أقابل عظم هناك وأسوي له لزقة بها الجبار لزقة، فهمتي؟ ونكفي تجيد كذا، فهمتي؟ نربطها نسوي لها رباط ومدة طويلة قليل مدة 7 أيام ونفلت لها يصح، لكن هنا أضعف هاي أضعف هذا داخل نسوي له من داخل جبارنا وخلي كذا ويكبر.
كان الطب الشعبي بمجالاته المتنوعة والمتعددة من الضروريات التي حتمتها ظروف المعيشة في عهود غابرة، حيث كان الملاذ الآمن للتصدي للأمراض والتغلب عليها. وبالرغم من أن الطب الحديث يحفل بإنجازات متلاحقة واكتشافات مذهلة دفعت بمستوى الخدمات الصحية إلى الأمام، إلا أن الطب الشعبي التقليدي لا يزال حتى يومنا هذا هو الأمل الذي يلجأ له الكثيرون للعلاج من بعض الأمراض.